السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم شامبان ديال او تي سي ديال تساقط الشعر. فأغلبية ديال الناس في هذه الفترة الأخيرة يعني كيعانيو من مشاكل ديال تساقط الشعر. فكما كتشوفوا جبنا لكم هذا الشامبان ديال او تي سي اللي صراحة عنده فعالية كيعالج لنا داك المشكل ديال تساقط الشعر. بالنسبة لهذا الشامبان ديال او تي سي كنستعملوه 2 حتى 3 مرات في الأسبوع يعني في السيمانة. كذلك بالنسبة لهذا أو تي سي هذا الشامبان فيه لي فيتامين فيه البيوتين، ما فيش مواد اللي تأثرني على مشكل ديال تساقط الشعر، بالعكس كيعالج لنا مشاكل ديال الزهبة ديال تساقط الشعر. كذلك باش نعاونو الشعر ديالنا باش ما يطيحش، تنعاونو بزيوت اللي هما طبيعيين تنهضوهم في الباراميديكال، وكذلك تنعاونو بلي سيروم اللي هما ميديكال كيما كتشوفو كيكون ديال العاصمة بيتا ديال تيرسوان. كلهم هادو لي سيروم اللي مزيانين على حسب تساقط الشعر، على حسب داك الجفاف يعني على حسب مثلا الزغبة اللي كطيح كتقوم بالانكسار ديالها. بالنسبة لهاد الشامبان فهو طبي معالج داك المشكل كيما قلت لكم ديال تساقط الشعر. تيكون كذلك ديال او تي سي شامبان ديال اونتي بيديكولور ديال القشرة او للحكه، فيعني عندهم نفس الثمن تيكون في جميع الصيدليات، وكذلك تيكونوا في جميع لي بارا ميديكال. بالنسبه للشامبان ديال تساقط الشعر كما قلت لكم ضروري تعاونوا بلي سيروم كابيلير او لا مثلا دوك 7 ولا 10 ديال الزيوت اللي تيكونوا يعني في البارا ميديكال. كذلك بالنسبه للتساقط ديال الشعر فيعني ضروري كنعاونو بهاد الشامبون هادو، كنعاونو بلي لوسيون ولا دوك لي سبراي ديال تساقط الشعر، وخا يعني التمن ديالهم 350 درهم تقريبا، شي حاجة اللي هي مزيانة. وكنعاونو بمكملات غذائية ولا كنعاونو بلي كومبليمون اليمونتير بحال بيرفيكتيل بحال فورتيفان اللي هما ديال لونتيشيت كما قلت لكم. كذلك بالنسبة لهاد المكملات هادو تقريبا استعملنا غير بيرفيكتيل تقريبا المدة ديال شهر، يعني غتعطينا صراحة هو مكمل غذائي كنستعملوه 3 ديال 3 موا يعني 3 ديال 3 أشهر، فعنا فهو كافي صراحة. غادي يعالج لنا داك المشكل ديال تساقط الشعر، والنتيجة تكون مبهرة ومزيانة صراحة، وغادي تلاحظوا الفرق. فيعني ضروري نعاونوا بهذه المكملات الغذائية، كذلك بلي شامبون تفادو دوك لي شامبون اللي تيكونوا بقل الثمن، هادوك اللي كيديو الاسباب ديال تساقط الشعر. هذا ما كان عنده اي اضافه يكتب لي في اسفل الفيديو. تبارك الله عليكم.